اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. تشكيل نادي الزمالك يا ايمن، يعني زي ما اتكلمنا كده ان فريرا الفتره اللي فاتت قبل الناس اللي تتكلم ما تستغربوش يا جماعه، احمد وكريم واقفين يعني واقفين راحوا فين؟ موجودين واقفين عاملين بس دايره عاملين دايره كده بس حاجه جديده يعني. اتفضل يا فريرا بطريقه الثلاثه هي واضحه كمان ان هم يعني بيبتدي بيها الماتشات ايا كان المنافس. فالنهارده 3 4 3 هي دي الاقرب اللي طبعا هيلعب بيها قدام النادي الاهلي. نتكلم في محمد عواد هو الحارس الاساسي. بنسبه كبيره ممكن يستعين بحسام عبد المجيد بدل من مصطفى الزناري لان هو استعاده من المنتخب الاولمبي، هو بيثق فيه في الفتره الاخيره وهو يعتبر المدافع الاساسي معاه. وطبعا محمد عبد الغني موجود والمسلوسي هو اللي بيلعب في قلب الدفاع رقم 3. اوكي. في الباك اليمين عمر جابر، في الباك الشمال احمد فتوح. اوكي. رؤى والوردي في النص، وهنا الحته اللي كريم اتكلم عليها هي مركز امام عاشور بنسبه كبيره. امام عاشور رجع الفتره اللي فاتت بيلعب بعد فتره غياب، فهو كان ظاهر في مباراه سيراميكا ان الراجل موجود في نص الملعب بس واخد الحريه، ما بيلعبش زي السيزون اللي فات 8. لا هو بيلعب بياخد الجانب الهجومي ومعاه زيزو وسيف الدين الجزيري هو الفتره الاخيره هو المهاجم الاساسي في نادي الزمالك. ده تقريبا الشكل الوارد ان هو يظهر بيه نادي الزمالك. ما اعتقدش ممكن يبقى فيه مفاجات لان فيريرا دلوقتي برده بيسيب سيد نيمار، بيسيب يوسف اسامه لو هو جاهز. الناس دي هو بيعتمد عليهم كفكر اللي هو بنتكلم زي بلاي ستيشن يا كريم اللي كنا بنلعب فجاه الشوط الثاني، نزل اللعيبه اللي هي عندها سرعات عشان وشيكابالا السرعات عشان خاطر الهجمات المرتده. فاعتقد ده الشكل الاقرب للزمالك لبدايه المباراه يبتدي بيه المباراه. احمد، طريقه لعب نادي الزمالك بشوف ان طريقه اللعب اختلفت شويه مع بدايه الموسم. بيلعبوا بخمسه ورا بس انا بشوفها 5-3-2. توظيفه لزيزو اختلف تماما. زيزو كان في الاطراف، كان بيلعب على الاطراف السنه اللي فاتت. السنه دي لو استعرضنا التشكيل بتاع نادي الزمالك، طبعا تعال نبص الاول، خلينا في التشكيل الاول بس سريعا كده. تشكيل نادي الزمالك نبدا طبعا في حراسه المرمى محمد عواد، الثلاثه اللي قدامهم طبعا بيبقى محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد مسلوسي وحمزه المسلوسي. تمام، ادي التشكيل قدامنا على الشاشه. طب ما ده اللي ايمن قال. لا لا، في تشكيل تاني، عرضوا التشكيل التاني. في تشكيل تاني اللي هو 3-4 اللي هو 5-3-2. انت متخيل ان الزمالك هيلعب كده؟ 5-3-2، حسام عبد المجيد، عبد الغني، المسلوسي، ماشي. عمر جابر باك رايت، ناحيه الشمال احمد فتوح، محمد اشرف رؤى، وزكريا الوردي، وامام عاشور. تمام. زكريا الوردي ممكن يبقى المفاجاه هنا ان ممكن يبدا بعمرو السيسي. انا شايف ان ممكن يكون تحضيره في المباراه الاخيره عمرو السيسي وتالقه في الشوط الثاني. احنا ولا بتلعب مين يعني؟ هيلعب الوردي ولا بعمرو السيسي؟ 50-50 ده المركز الوحيد. 50-50 لو عمل مفاجاه هيحط بعمرو السيسي. اوكي. والاثنين اللي قدام زيزو وسيف الدين الجزيري. تعال نتفرج على طريقه الزمالك الجديده اللي انا بتكلم عليها، اللي هي ميزه الزمالك مع فريرة في التنظيم. زي ما احنا شايفين الخطوط قريبه من بعض، ادي الخمسه هي ورا، ادي الثلاثه اللي هم مين؟ رؤى وزكريا الوردي وامام عاشور، والاثنين اللي قدام زيزو وسيف الدين الجزيري. زيزو اللي قدام بمعنى اثنين قدام شكل راس حربه؟ اثنين راس حربه. زيزو بقى بيلعب راس حربه. زيزو بقى بيلعب راس حربه في المباريات الاخيره في العمق تحت سيف الدين الجزيري. اوكي. وانا بشوف ان ده مقلل كتير يعني، يا رب يلعب كده. انا مش شايف ان ده مقلل كتير من زيزو. زيزو حتى الاسيستات بتاعته قلت في الفتره الاخيره، زيزو مستو على الطرف. اوكي. ميزه الزمالك، ارجع بس للصوره اللي قبلها في التنظيم، زي ما احنا شايفين الخطوط قريبه من بعض جدا، عندهم صبر وعندهم سرعه تحول من الدفاع للهجوم في الهجمه المرتده بصوره كويسه جدا. مع فريرا شايف المساحات قريبه جدا من بعض في الحاله الدفاعيه، منظمين بيقفلوا المساحات، ورؤى هو اللي واقف في النص وقدامه زكريا الوردي وامام عاشور. هات اللي بعدها بقى التحولات. الزمالك في التحولات في الهجمه المرتده دايما لما بنبص على ارقام الزمالك في المباريات الاخيره هتلاقي عدد محاولاته على المنافس اقل، لكن هم عندهم الفينش عالي. بص الزياده العدديه، زيزو فين هنا؟ زيزو هو اللي بيتحول لراس حربه، وبص كام واحد؟ 1-2-3-4-5 جوه منطقه الجزاء. أوكي. رغم ان هم كانوا بيلعبوا ده من المباراه الاولى اللي كانت قدام سموحه، بيلعبوا بدفاع منطقه يعتبر او دفاع متكتل في وسط ملعبهم، لكن عندهم سرعه تحول من الدفاع للهجوم. وادي حاله تانية برضو بتاكد تحول زيزو في العمق كمهاجم تاني جنب سيف الجزيري، وبرضو نفس الحاله يعني في زياده عدديه جوه منطقه الجزاء، عندهم في التحولات من الدفاع للهجوم ممتازين، والعرضيات دايما والانتشار زي ما احنا شايفين. كريم تمام،
ما يشبه اللي بيقوله ثابت، بس هنختلف في حته معايا وهي مركز زيزو. زيزو ما ينفعش يبدا في البدايه قدام النادي الاهلي كمان كراس حرب او حاجه في المباريات، لكن ربما في العرضيات، لان فريرا 80% من هجومه عرضيات. هو خلاص الفرقه صحيح متعوده، ودي الطريقه اللي قدر يكسب بيها السنه اللي فاتت، وسهله كمان يا كابتن اسلام. خلي بالك يعني هو كمان فريرا ما بيعملش تاسكات صعبه على لعيبته، هو عايز دايما اللعيبه يبقى عندها مخزون بدني للي بعد كده واللي بعد كده، ما بيديهمش يعني ايه واجبات صعبه، بيلعبوا لعب سهل. مثلا واحده من اللعبات المشهوره جدا جدا نادي الزمالك بيعملها من السنه اللي فاتت في كل مباريات، يجمع اللعب في منطقه ونبص كده على حتى المنافس، عايزين نبص على المنافس. لعيبه السيراميكا كلهم متجهين بالنظر تجاه الجبهه اليمنى، ونادي الزمالك بيحضر، وربما اي حد يظن مثلا يعني ان التمريره المنطقيه في وضع زي ده ان هيلعب التمريره كده. ما لا نرجع، معلش انا اسف، نرجع الصوره اللي قبليها، لا نرجع نجيب الصوره اللي قبليها. ايوه المنطقي ان انا هعمل التمريره دي صحيح واضحه، المهاجم نزل وخد المدافع معاه والكره مع رؤى، ده رؤى هو اللي معاه الكوره، وبالتالي طبيعي جدا ان العب الكوره لسيف هنا في العمق، ده عندي مساحه كمان صحيح. المساحه اللي ما بين الاثنين بتوع سيراميكا. لكن نادي الزمالك متحفظين، وهم فعلا متحفظين، بينزلوا يعملوا الواجب اللي عملوه في التمرين على طول. رؤى بياخد الكوره ويروح، نجيب بقى الصوره اللي وراها على طول، اوتوماتيكلي بيلعب الكوره للجبهه الثانيه حتى لو ما فيش حد يعني؟ لا في طبعا، هنبص بقى في مين على طول، بيعملوا مواقف اثنين على واحد. اول جيب بقى الصوره اللي بعديها، رؤى خد القرار على طول، الكوره هوب انقل اللعب على طول، اتحط هنا موقف اثنين على واحد، وبالتالي نادي الزمالك وفريرا طريقه بسيطه جدا قدر ان هو يحول نفسه من الدفاع للتلت الاخير في ملعب المنافس في ثلاث او اربع لمسات بس، وبالتالي هيتحط موقف اثنين على واحد، وقدر هنا زيزو انفرد بيه المرمى في اول فرصه نادي الزمالك. الكره اتكررت كتير جدا وتشوفها كتير جدا، وبالتالي اكيد اذا دي طريقه لا استراتيجيه طبعا زي ما كان فريرا. احنا كلنا متفقين ان فريرا ما بيوصل لمرمى المنافس باقل عدد من التمريرات، وكل اهم حاجه عنده ان انا عايز اوصل في الشوط ثلاث فرص، اجيب واحده وارجع امن واسيب له الكوره وهوب اخطفه بالجون الثاني واقتل المباراه. دي طريقه فريرا ما بيغيرهاش. حتى كريم في هنا في نفس الكره اللي انت شرحتها دي تقريبا كره الهدف لسه عاشور. لسه هنتكلم عليها يعني، هي نفس شبهها يعني. لسه هنتكلم عليها، لسه هنتكلم. بص بما انك يعني جبت الكلام على امام، والحته دي انا وثابت هنشرحها مع بعض، دي بقى الدور اللي احنا ممكن بقى نتناقش فيه شويه. امام عاشور في المباراه دي قدام سيراميكا ممكن يلعبه جناح، لان انا قدام سيراميكا اديته فريرا. اهميه امام عاشور، حتى نفتكر ماتش الكاس اللي احنا اتغلبناه، امام عاشور كان عامل دور خطير جدا 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 في نص الملعب، لان امام عاشور النهارده دفاعيا اتطور، مش ده اللاعب اللي احنا شفناه من سنتين. امام عاشور من سنتين حتى جمهور نادي الزمالك لما كان ساسي موجود كان يقول لك لا امام عاشور ما ينفعش يبقى بديل لساسي. صحيح امام عاشور تطور بدنيا والجزء الدفاعي عنده تطور اكتر من فريقان ساسي. فهنا السؤال بقى، امام عاشور من النادي الاهلي هل تبدا بيه على الجناح وتحطه قدام عمر جابر زي ما عملت في الماتشات الاخيره، ولا تدخله في نص الملعب؟ بس ساعتها هتحتاج ان انت تتخلى عن رؤى، لان اكيد بنسبه كبيره زكريا الوردي هيلعب اساسي، هيلعب اساسي. الكره اللي احنا جايبينها دي والحركه، معلش نرجع بقى الصوره اللي قبليها، نشوف يا كابتن اسلام امام عاشور استلم الكره منين؟ استلم الكره من هو كان على الجناح وبدا يخش انسايد وبدا يخش جوه الملعب. مش ممكن على التحول واللعب اللي هم اللعيبه حافظه بعض في نادي الزمالك بشكل مميز جدا، هم بيلعبوا مع بعض بقالهم فتره. امام عاشور سلم الكوره وتحول تماما بعد ما زيزو سرق في مدافع، هنا زيزو هنا في قلب في جنب الصوره، سرق المدافع وسحبه، خلق لامام عاشور مساحه فاضيه تماما فتوح على طول. في قرار كويس على نادي الزمالك، قراراتهم حلوه وسريعه. اول ما شاف زميله جري وخد المساحه الفاضيه على طول اداله الكوره. الالعاب دي ربما ما توصلش للمنطقه دي لو اللاعب اللي معاه الكوره ما خدش الكوره بسرعه، لو اتاخر ثانيه واحده بس شكرا خلاص هيرجع مدافعي فريق سيراميكا يغطوا المساحه اللي اتفتحت والهجمه تروح. لكن نادي الزمالك اللعيبه حافظين بعض، بيتحركوا بسرعه وقرارهم سريع، وبالتالي ده بيحتاج ان المنافس يبقى دايما صاحي واخد باله ان نادي الزمالك مش عايز يهاجم من 90 دقيقه كلها غير اعتقد 20 30 دقيقه ماكسيمم. انا بشوف ان امام عاشور اهم لعيب في نادي الزمالك، ف
في الفتره الاخيره، احسن لعيب في نادي الزمالك امام عاشور بصراحه. تعالى تكمله الكلام كريم في الهدف، هو بيعجبني جدا في التحركات بين الخطوط، عنده الميزه دي ان هو بيسريع وبيكسر. بص هنا هو بدا الهجمه زي ما كريم قال، كمل اللعبه. بص عمليه السكاننج، هو لعيب بيشوف المساحه يعني، بيبص الاول. بص هنا في النظره هنجيبها جايبينها هنا، بص ادي امام عاشور اللي عليه السبوت. بص النظره اللي عملها الاول، بيشوف المساحه اللي ما بين الخطوط ما بين المساك وما بين الباك عشان يجري فيها، عشان يتحرك في المساحه ما بين المساك والباك عشان فتوح يلعبها له. يعني امام عاشور لو ما كانش اتحرك في الحته دي ما كانش امام عاشور لعبها له. وكمان زيزو يسحب له مدافع، ان زيزو لما سحب له مدافع هي المساحه دي اللي ظهرت طبعا. بس امام عاشور مميز جدا، حذاري من امام عاشور في التحركات ما بين الخطوط، وان انت تسيب له مساحه يشوط. صحيح. مهم جدا الضغط على امام عاشور. انا شايف ان امام عاشور هيلعب في وسط الملعب بالخمسة 5-3-2، امام عاشور وزكريا الوردي او السيسي، ووراهم بيبقى رؤى. أيوة. يعني ثلاثة واضحة. بص هنا دي الزاوية الخلفية بتاعتها، الكاميرا ماشي. الخلفية مبينة تحركاته، فلازم نخلي بالنا من تحركات امام عاشور. هو على فكرة هو نجاح هذه الكرة تحديدا هو في زيزو. طبعا خدم اللاعب اللي بره، وبالتالي اللعيب راح معاه طبعا ده. بس انا اسف يعني الباك رايت هنا هي الصورة الحلوة اللي انت جبتها من الكاميرا الخلفية. حلوة قوي الكاميرا الخلفية اللي انت جايبها. ايوه هي دي بالظبط. يعني انا كباك رايت ما ينفعش ابقى كده. بص يا كابتن اسلام المساحه، بص لا بص المساحه هنا دول واقفين. عايز اقول لك حاجه، الباك رايت واقف صح سواء المساك، بس المساك لازم ياخد المساك لازم يرحل خطوتين لجوه. صح يعني الباك رايت ده واقف يعني 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 ها ممكن ياخد خطوتين، خطوه لواحده جوه شمال. بص يا كابتن اسلام دخل في النص في لعيب كل لعيبه الزمالك صح، لكن انا بتكلم لا قصدي لا لعيبه سيراميكا، يعني هو تمركزات لعيبه سيراميكا، بس لاعب الوسط اللي هو اصلا امام بيجري منه. ايوه والمساك اللي هناك اللي هو فيه خلاص كده كده في اتنين مع سيف الدين الجزيري. صحيح. فالمفروض المساك ده يقرب شويه عشان خاطر يمنع التحرك بتاع، لان هو راح له متاخر بالظبط كده، لانه الباك رايت واقف صح بالظبط. الباك رايت حتى لجوه ياخد خطوتين لجوه. لا انا شفت الكره كمان اصل مع مين، مع احمد فتوح. فهو الباك رايت لا ما ياخدش حتى خطوتين لجوه، هو واقف صح 10 على 10. المفروض الاستوبر اللي وراه كان يجي يقفل وبخطوتين. ايوه بس خطوتين لتحت شويه يا زجاله، يعني انزل بالسهم لورا تحت شويه. يعني لو خد الخطوتين دول لجوه ولتحت كانت الكره دي راحت. صحيح كان. ايوه كده برافو عليك، هي دي هي دي الوقت. التمركزات كده حتى النادي الاهلي التمركزات هي اللي تعمل النادي الاهلي في مباراه اللي هي 2-2 كان الشوط الاول هو عامل الحته اللي كريم كان بيقول عليها دي، ان انت قافل اصلا على فكره ان نادي الزمالك يلعب بالطريقه اللي هو عايز يلعب بيها. ما كان النادي الزمالك كانش قادر يروح بفكره اللي هي التمريرات اللي على طول، وعايز يعمل الكور الطويله عشان خاطر يسرق ويلعب العرضيه لعمر السعيد، وقتها كان معزول تماما. صحيح. بس كانت مشكله النادي الاهلي وقتها ان هو استغل كره واحده بس اللي هي الطويله اللي لعبها صح، ما قدرش يلعب اكتر من كره طويله صح يضرب بيها تسلل نادي الزمالك. صحيح. وجاب الجون بتاع محمد شريف. تحول بقى فيريرا الشوط الثاني لما نزل اللعيبه بتاعت السرعات اللي بنتكلم عليها، كان وقتها يوسف اسامه وكان عنده لسه موجود سيد نيمار كان لسه بيلعب. فهي دي فهي النقطه، ان نادي الزمالك تمركزاته كلها يعني زي ما كريم قال كده هم حافظين. لا وعايز اضيف حاجه ثانيه كمان، فيريرا بيعتمد على نقطه كبيره مهمه قوي في الماتشات الكبيره، بيعتمد ان هو بيحب اول 45 دقيقه يخش اوضه اللبس بنتيجه ايجابيه، بيبقى عايز دايما المنافس يخش الشوط الثاني وهو مضغوط نفسيا وعصبيا. صحيح. فبالتالي لما انت بتخش بالحاله دي بتبدا فرصتك للهجمات المرتده للزمالك تزيد. صحيح. ليه؟ لان المنافس هيبدا يبقى عصبي، وكل ما الدقيقه بتمر كله ما بيطير الفول باكس وبيحاول يهاجم باكبر عدد. صحيح. بالتالي مثلا شيكابالا كلنا متفقين النهارده في كبر السن ما عندوش المخزون البدني اللي يخليه 90 دقيقه. صحيح. لكن شيكابالا يملك من المهاره اللي تخليه في مواقف صغيره يخلص. دي الخبره، ان شيكابالا لعيب كبير عشان كده تلت ساعه ولا نص ساعه اللي بيلعبها بتبقى مؤثره. بيخلص. وهي دي النقطه، لازم النهارده، ودي جوده فيريرا، انه بيوفر الاتموسفير او الجو السانح للعب انه يتالق، عشان احنا قدامنا بالظبط 3 دقائق. تعال نتفرج بقى على مشاكل الزمالك او نقاط الضعف بتاعتنا نادي الزمالك. اتفضل. احنا كل الفتره اللي فاتت دي كنا بنتكلم على ايجابيات نادي الزمالك، نقاط القوه كده ممكن نقعد 7 دقائق. نقاط الضعف، الزمالك عنده مشكله في تحضير الهجمه، اي فرقه بتعمل عليهم ضغط عالي بيعمل لهم مشكله. بص هنا هم بيعتمدوا على رؤى تحديدا، هو اللي بيبقى بينزل قدام الثلاث مساكين، هنا حمزه المسلوسي فاتح وده مصطفى الزناري. بص الضغط اللي عمله سيراميكا
ورؤى. لو انت ضغطت على رؤى وعملت ضغط منظم على لعيبه نادي الزمالك هتعمل لهم مشاكل كتيره في تحضير الهجمه، لان طارق حامد من ساعه ما سابهم وكان فرجاني ساسي وما عندهمش الحته دي. ليه؟ مش واثقين في رؤى، مش واثقين فيه في التمرير بتاعه. بس رؤى تضغط عليه كمان. بص هنا لما ضغطوا عليه لعيبه سيراميكا اتقطع الكره دي، اتكررت حتى في الماتش اللي هم لعبوه في دور ال 32 في افريقيا. مجرد ان انت تضغط عليهم من قدام، بس لازم يكون ضغط منظم ويكون في حساب لتحركات برضو امام عاشور في ظهر ال عشان هو ما يقدر عشان في الزون 14 عشان هو الكره عشان ما يلعبش عليه وتاخد الكره هتغلطه اكتر من مره. حتى عواد ممكن التقدمات الكتيره بتاعته دي بتسبب ربكه. صح، دي نقطه مهمه جدا اللي هي الضغط. بص هنا لما تحوله ايوه عملوا نقطه مهمه جدا ان انت لازم تضغط عليهم. الحاجه الثانيه هم عندهم مشاكل دايما في المساحات ما بين المساك والباك في الثلاثه. فانت النهارده هل لعبهم بخمسه ورا، هل ممكن النادي الاهلي يفكر يلعب براسين حربه بحيث ان انت توقف الثلاثه؟ ده فكر برضه. هل انا العب غيرك تقلب انت الخطه انك تلعب 4 4 2 فلات وكولر هو ما لعبهاش يعني في السي في بتاعه ما لعبهاش وكمان ما لعبهاش مع النادي الاهلي في معطف. فدي فكره. هل ممكن شوط ثاني؟ والحاجه الثانيه برضه ان النهارده عملها عندي في الاتحاد المنستيري، خلي بالك يعني عملها بس يعني كان جناح. نعم شريف كان جناح. بالظبط يعني ما انا ده اللي كنت هكمل كلامي. السؤال الثاني، انا عندي امام عاشور بيتحرك وعندي فيريرا بيلعب بثلاثة في وسط الملعب وانا عندي غياب ديانج، هل العب باثنين ولا العب بثلاثة؟ ادخل مثلا اكرم مع السوليه وحمدي مثلا؟ ودي كمان بص يا كابتن اسلام، في دي مهمه قوي 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 قوي. النادي الزمالك وقفته في الكرات العرضيه للمنافسين وقفه ممتازه. احنا بس لو تخيلنا كده سريعا كده احنا وسادة المشاهدين، نسبه ان الكوره تروح في اي مكان من يعني مثلا على قريبه او متوسطه او البعيده، هتلاقي ان الاحتماليه الاكبر للاعب نادي الزمالك. صحيح، سواء على القريبه او في النص او على البعيده. وقفتهم هم بيلعبوا اسهل كوره ممكن تتلعب، بقف كويس ومنظم والنهارده بحاول ان انا اوصل في الاجاده بتاعتي ليها ل 10 من 10. وفي الهجوم طير زيزو وطير امام عاشور وسيف الدين الجزيري، باص زيزو بدل باص صلاح بس ولا هي بسيط. هتلاقي جون سموحه اللي الزمالك جابه بعد فرص لسموحه، هو كان شيكابالا منطلق خالص ولعب الكره بالعرض، خبطت في يعني خبطت في مدافع سموحه، لان مدافع سموحه كان في سيف الجزيري او كان في لعيب معاه وكمان كان وراه الواد الافريقي سامسون. في الجون الثاني هو سامسون راح ضغط على المدافع خد الكره حطها. هي دي الفكره، ان النهارده الجون اللي جابوه هنا كان جون ملعوب، لكن الجون الثاني لنادي الزمالك في سيراميكا هو اللعيب فتوح فضل يمشي بالكوره لحد ما حدش بيخش عليه، راح بيمينه حتى مش بشماله راح شايطه. فهي دي الفكره، النقطه اللي قالها كريم النقطه اللي قالها ثابت، هي مهمه ايه؟ هي الضغط. لو الضغط بتاعك كان ايجابي هتعرف توقع نادي الزمالك في اخطاء، لان هم تركيزاتهم جيده ولكن اخطائهم بتبقى قاتله في الحته دي. دايما هتلاقي ان المنافس لما بيلعب قدام نادي الزمالك لما بيروح عليه بهجمه هتلاقي دايما هجمه خطيره، انفراد واحد على واحد، كوره مثلا يغلط فيه. لكن اللي بينقذهم كان ساعات مره ابو جبل مره عواد، ولكن لما التكرار زي مباراه انبي مثلا كده او مباراه طلائع الجيش الموسم الماضي، حتى النادي الاهلي في مباراه 2-2 كان يقدر بعد كوره محمد شريف كان في كوره القفشه برده ضربت دفاع نادي الزمالك اللي هو كان وقتها 3 برده، ولكن وقتها قفشه واحمد عبد القادر ما كانش معاهم التوفيق. فهي التوفيق، قدرت تخلص موضوع تضغط كويس وتنهي هجمتك بالشكل الامثل هتصدر لهم هم ضغط بالتالي هيبتدي طبعا تحرك. التوفيق وهو ان احنا نعمل نسب احراز للاهداف اكتر من النسب، لان احنا بنروح للجون خلاص. هو المدرب عليه ايه؟ انه يوصلك للمرمى، يوصلك للجون. طبعا المدرب عليه كل حاجه، ولكن هو خلاص وصلك للمرمى وانت في التمرين الكره بيقول لك حطها ناحيه احمد ثابت بتعملها كده، بتحطها ناحيه كريم بتعمل كده. في الماتش بقى التوفيق ينقص النادي الاهلي التوفيق في هذه المباراه. انا بشكرك جدا ايمن على وجودك معانا، ان شاء الله كل التوفيق. مين اللي هيكسب ان شاء الله؟ باذن الله ان الاهلي. تقدر تقول نتيجه ولا بلاش نتيجه؟ لا بلاش يا احمد. ان شاء الله يعني انا شايف الهدف المبكر يا كابتن اسلام هيفرق كتير قوي. عايز تكسب زمالك فريرة لازم تجيب جون مبكر، لان هم بيشتغلوا في مساحات ضيقه قوي وبيدافعوا دفاع منطقه. فانت لو جبت جون مبكر هيفتحوا، هتلاقي مساحات اكتر، هتقدر انت تشتغل بقى على الهجمات المرتده. كريم 3-2 ان شاء الله الاهلي. كم؟ 3-2 يوم 3 فبراير يعني ولا ده 3-2 ده الماتش؟ 3
طيب ماشي، ده العشاء عليا لو 3-2 العشاء عليا انا من دلوقتي اهو. يا رب يا مسهل ان شاء الله. المهم ان تبقى ان شاء الله مباراه جيده تليق باسم الناديين الكبار. انا بشكرك جدا ايمن على وجودك معنا. شكرا يا احمد مسهل، انت طيب عقبال 32 سنه تانيين ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معنا. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه يوم الجمعه، مباراه السوبر المحلي. ان شاء الله ان شاء الله تكون بدايه جيده لمارسيل كولر مع فريقه في هذه المباراه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله هشوف حضراتكم على خير يوم الاحد وحلقه جديده من البيت الكبير.